فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: بالنسبة للأضحية، إذا كان هناك أكثر من شخص يريدون أن يضحوا ببقرة أو بجمل، فهل لهم أن يشتركوا في هذا؟ وكم عدد المشتركين الذي يباح شرعا؟ نعم، البقرة عن 7 والبدنة عن 7. عن 7، نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.